سأصل بالتأكيد للحديث عن مباراة النادي الأهلي، ولكن قبل مباراة سان داونز كان معظم الترشيحات تذهب إلى سان داونز على ضوء ما قدمه سان داونز في البطولة هذا العام، وليس على تاريخ الوداد الكبير. قبل ما تدخلوا المباراة مع كل هذه الضغوطات، كيف تعاملتوا مع هذه المواجهة خاصة أمام فريق فاز على النادي الأهلي بنتيجة كبيرة في دور المجموعات؟ في النهاية هي مباراة كرة قدم، تبدأ المباراة. بالتأكيد نعلم ما الذي قدمه سان داونز منذ بداية هذه البطولة، وفي كل الأحوال كنا متأكدون بأن الفرص متكافئة وأنهم وصلوا نصف النهائي، ونحن أيضا وصلنا دور النصف النهائي. كما تعلم في دور النصف النهائي في مباراة الخروج المغلوب تكون الأمور مختلفة عن دوري المجموعات وتجميع النقاط. هذا ما وضعناه في اعتبارنا حتى بعد أن انتهينا من المباراة الأولى في المغرب بالتعادل السلبي. كنا نرى أن المباراة الثانية في بريتوريا هي مباراة أيضا نستطيع أن نتأهل منها بمشيئة الله، ولم نستمع إلى أصوات الجماهير، ولم نستمع إلا لصوت أنفسنا وإرادتنا وثقتنا في أنفسنا بالتأهل للمباراة النهائية.